البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم جيت نشارككم شوربه تتجي رائعه باليقطين، القرعه الحمراء. وعندنا هنايا بطاطا حلوه، كذلك البصل، حبه من البصل متوسطه. هنا عندي كيلو ديال القرعه الحمراء. تتعرفوا بان القرعه الحمراء تحتوي على فيتامينات كثيره، هي والبطاطا الحلوه. دابا غادي نجمعهم لكم ونديرهم لكم في شوربه تجي رائعه ولذيذه، ما نقولكش عليها، ما تشبعوش منها في الحقه. جربوها وردوا عليا الاخبار. دابا غادي نبداو العمل ديالنا. غادي ناخذ البصل، كما قطعتها سواء قطع صغيرة أو كبيرة، لأنها غادي نطحنوها، ماشي مشكل. ناخذ الطنجره ندير فيها معلقه كبيره ديال الزبده، معلقه كبيره ديال الزبده، كذلك غادي نوضع البصل. ندير الملح، نصف معلقة ديال الملح، صافي. ردها فوق النار على نار مهيلة، وانتم معايا. دابا غادي ندوز باش نقشر البطاطا الحلوة. صافي، غادي ندوز باش نقطع البطاطس. بعد ما طحت لي البصله، دابا غادي نضيف الماء من بعد غادي نضيف القرعه ديالي.
نضيف عليها البطاطس الحلوة، نضيف الفلفل الأسود، قليل من الفلفل الأسود، نضيف واحد الماء صافي، نخليها باش الماء الكافي باش طيب. صافي أرجع معكم بعد ما طابت لي الصوبة ديالي، دابا غادي نطحنها. بعدين نضيف لها الفرماج، وثلاثة عندي ثلاثة الفرماجات، واحد جوج، صافي الصبة ديالي هاكي تجي. اللي بغى يطلقى شويه يضيف عليها شويه قليل من الماء يكون طيب، انا بغيت هكا خاطره. دابا نقدمها لكم في طبق تقديم. هالشوربه ديالي تنتمنى تعجبكم، بالقرعه الحمراء اليقطين او والبطاطا الحلوة، تجي رائعة ولذيذة مع الفرماج، هائلة. جربوها وردوا عليا الخبر في لي كومونتير كي جاتكم. وتنتمنى الى هاد الشوربة عجبتكم ديروا لي لايك، كل ما اشترك القناة يشترك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وحصري من قناة ميري تيفي. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامة.